أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يأتيني أحيانا مجنون ويطلب يقول يأتيني أحيانا مجنون ويطلب مني مالا مجنون أي نعم ويطلب مني مالا ويريد أن يشتري به أكل، هل أعطيه من المال أو أنني أو أدخل في قول الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم؟ تعطي وليه، المجنون لازم له ولي، فتعطي وليه أن ينفقه عليه ويشتري له حاجته. أما إذا أعطيت المجنون فالمجنون يتلف المال ولا يحسن التصرف فيه، تعرضه للضياع. نعم.